عرب رئيس الوزراء العراقي محمد شاه السوداني عن الفخر والاعتزاز بالانجاز الخدمي والعمراني الذي يحدث في مصر وما تحقق من مشاريع على مستوى البنى التحتيه وانشاء وتنفيذ المدن وخاصه العاصمه الاداريه الجديده. واكد رئيس الوزراء العراقي حرص بلاده على وجود الشركات المصريه في العراق بسبب امكانات تلك الشركات. بالتاكيد الحكومه حريصه على وجود الشركات المصريه. اليوم نشعر بالفخر والاعتزاز بهذا المنجز الخدمي والعمراني الذي يحصل في جمهوريه مصر ما تحقق من مشاريع على مستوى البنى التحتيه وانشاء وتنفيذ المدن وخصوصا نحن نتكلم في المدينه الاداريه الجديده هذا دليل واضح دليل عملي على مستوى امكانيه ومقدره هذه الشركات وبالتالي فانها الاولى ان تكون مع شقيقاتها في الجانب العراقي للاستثمار والاستفاده من فرص العمل الموجوده